جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. الطيب موسى سوداني مقيم في عفيف، يقول لنا عادات في السودان، حيث انه عندما يتزوج الشخص اي في زواجه يقوم بوضع الحنه على يديه ورجليه، فهل هذا يعد تشبها بالنساء ام ماذا عن النص الشرعي والسني في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب العادات في البلاد، اذا كان من عاده اهل البلاد استعمال هذا الشيء فلا حرج فيه، اما اذا كان من عاده البلاد عدم استعمال الرجال هذا الشيء وإنما هذا من خصائص النساء فإنه لا يجوز. نعم.